طب اتحيى على الضيق. طب ما تعمل لي فطيره بقى بالمره. بس بقول لك ايه؟ ايه المياسه اللي احنا فيها دي؟ الله الله الله، والله ما عرفتنيش خالص. يخرب بيتي. بتفكريني بألس في بلاد العجائب. طب ما انت عامله صفيه العمري في ليالي الحلميه. ام هي صفيه صح؟ ايوه يا صفيه. بس بقول لك لا لا لا، بت رجلك تبان في الشباب قاعده. لا ما تخافيش، مأمنه نفسي بكلسون. نفسك كلسون؟ اه البرد بياكل عظم الركب مش ممكن. طب يلا نحتفل باللحظه العظيمه. يلا يلا والله يلا. لحظه عظيمه. ايه ده؟ بس كلسون ايه؟ في كلسون في جيب. اه اهو. يلا 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 بقى ناخد يلا سيلفي بوز البطه. يلا يلا بوز الاخس. ابو لسان ابو لسان ابو لسان بقى ابو لسان على جنب. ابو اللي هي الحوله بقى. ابو اللي هي البنات ايه بيصوروا بالجنب دايما ليه؟ مش فاهم. قال يعني الجنب ده محروق. فاهم ليه؟ عشان الصدر. تلاقي اللغد واقع فتقوم ايه؟ مداريه اللغد بالجنب. حتى اللغد كله في حته واحده. تقوم مصدره الحته اللي ما فيهاش لغد للناس. وكمان تعمل ايديت كمان سان شاين ده. المصيبه بقى لما الكاميرا تعمل كده. تلاقي اللغد كله ايه؟ بقول لك عرفت حل اللغد. مش ممكن دمك عسل بالضبط. انا لسه اعرف انت ملبسنا كده ليه؟ اقول لك بقى احنا لابسين كده ليه؟ ليه؟ عشان نتنكر للفار. لبسنا ستات عشان نتنكر للفار. انت كبرت الموضوع قوي كده ليه؟ انا اسف يا بروف. انت كبرت احنا اصلا مهزئين عادي. اصلك لبستنا ستات عشان فار. ايوه اقول لك انت مكبر الموضوع. انا خفت منك انت. كمل كلامك. انت عارف ليه عاملني كده؟ ما هتقول لي عارف ليه. اقول لك ليه وعمل. لا خلاص اقول لك، احنا اتنكرنا للفار لان الفار في اوضه البنات، فانا فكرت ان احنا نعمل له بنات عائلات محترمات. ايوه. فما يشكش فينا فيقوم طالع نقوم مصطادينه. ايوه يا اخي، بس انا عايز اعرف ايه خطتك بالظبط عشان تصطاده. الخطه بقى كالاتي، انا عامل للفار مصيده، المصيده دي يستحيل يعدي منها. الله عليك يا بروس. اللي يخليه ياكل اللانشون اللي في المصياده؟ يعني البيت مليان لانشون، حبكه الحته اللي في المصياده ياكلها؟ ده بقى مرعب قوي. لا بقول لك ايه؟ البيت ده بقى مخيف قوي. انا كنت عارف ان الفار هيعمل كده، وعشان كده عملت له الخطه البديله. الخطه البديله؟ الله عليك انت يا بروف، يعني دايما عندك خطه بديله. انا لزقت للفار. يعني قعدت جنبه؟ الله يخرب بيتك. لزقت له يعني لزقت له ايه؟ لزقت له لازقه. هو متعور. لزقت له لازقه فار، هتلزق له لازقه. افهم ما تكبرش الموضوع. انا عملت للفار اللزقه الفيقريه دي، عارفها؟ اه اللزقه اللي هو لما يدوس فيها يمسك في الارض. حلاوتك يا بروف. وبكده اكيد هنمسكه. ايوه. على الطلاق الواد ده الفار. اكيد ده الفار. ده فار، ده كنجر، ده داخل كده. يبقى ده الواد ده نعمل له جبه، طلع منه واحد شبهه وشعره عامل كده. انا خايف من البيت ده. بقول لك ايه؟ انا بقيت خايف جدا من البيت، البيت ده بقى نصه فران ونصه بني ادمين. ايوه. مش عارفين مين البني ادم من الفار هنا. احنا لازم حد من اهل البيت يفهمنا ايه اللي بيحصل. يا جماعه يا اللي هنا. يا حد من اهل البيت. يا جماعه. ايه ده؟ ده نصه انسان ونصه ثعلب تقريبا. بقول لك انت من اهل البيت، البيت ده فيه فار خطير جدا، حول اخوك بقى كنجر. رد عليا زي ما بكلمك. تيست مايك، تيست مايك، 1 2 3. فراشة الحاج عبد المحبوب. الله 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 الله. عمرو حاحا.
عنا الخميس الجاي. على الطلاق لو ما جيتها عوارة، مش تيجي تشرب بانجو ساعة الفراشة وساعة الفرح ما نلاقيكش. بس بس أنا مش فاهم منه حاجة، شوفه بقى. سيبهولي أنا. تعالى. بقول لك إيه؟ ما تتسسليش، هتقعد تستسلي؟ اتكلم. كلمني بقى. لو كلمتني أجيب لك جبنة. عايز إيه؟ أيوه، احترم نفسك كده. أنت اللي عايز إيه؟ أنا الرجل الفقر. إيه ده أنت الرجل الفقر؟ بتضحك صحابك؟ يقول لك اوعى ده الواد ده فقر. انت تقول له كات وده ده فقر، انت الفقر يا فقر. الرجل الفقر. الفقر مش عيب. الفقراء يدخلون الجنه. حلو الفقر. عارف باتمان وسوبر مان؟ ايوه. انا ماوس مان. انت ماوس مان؟ فار في جسم حمار. ايوه يعني بتعمل ايه يعني؟ يا ده ده عداني. عندك ده انت كده بقيت مسموم، اوعى عشان لك السالم. لا يا حبيبي. عشان لك السالم. انت فهمت ايه؟ انا عايزه مكانه. لا ما انا يعني اخرج خرم هنا اعمل واقوم جايبه من جوه. لا خلي السم، انا فرحان بيه قوي. طيب سيبني وامشي دلوقتي. ليه؟ لانه انا ما بصدقش في موضوع الخرافات ده. خرافات انت دلوقتي؟ انت عارف يعني انت دلوقتي حصل لك ايه؟ ايه؟ انت بقيت مستفقر. يا عم انت بتصدق ازاي؟ زي المستذئب اللي عنده ذئب يبقى مستذئب، انت بقيت مستفقر. يا عم ما تصدقش، دي اساطير. اساطير ايه؟ انا جدي كان مستغرب.